طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. صحيفة الأيام تروي قصة طالب هندسة في تعز انتزع 1000 لغم زرعتهم ليش الحوثي قبل أن يفقد أطرافه. مطالبات للحكومة الفرنسية بإيقاف صيانة الطائرات المشاركة بالحرب في اليمن. ومن أخبارنا المنوعة، من أجل الحب أميرة يابانية تتخلى عن لقبها. أهلا بكم. تابعت معظم المواقع الأخبارية اليمنية ما تعرض له مراسل قناة بلقيس مارب خليل الطويل، ورصدت المواقع ردود الأفعال وحملة التضامن وعنوان الموقع بوست. بلقيس تحمل سلطات مأرب مسؤولية تهديدات ومحاولات اختطاف مراسلها. وقال الموقع، أدانت قناة بلقيس الفضائية ما تعرض له مراسلها في محافظة مأرب خليل الطويل من تهديدات ومحاولات اختطاف. وحملت القناة في بيان صحفي السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة مأرب مسؤولية التهديدات ومحاولة الاختطاف التي تعرض لها الزميل الطويل. ودعت قناة بلقيس إلى الكشف عن المتورطين وتقديمهم للمساءلة. وطالبت القناة الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات المحلية والدولية ونقابة الصحفيين بالقيام بدورهم تجاه ما حدث لمراسل بلقيس في مأرب، والتحرك الفوري للوقوف في وجه هذه العصابات وجرائمها التي ترتكب بحق الصحافة والصحفيين. تروي صحيفة الأيام قصة الجريح سليمان الشميري الذي قالت إنه سيظل صورة تعكس واقع هذا الوطن الممزق بالخيبات والخافق بكثير من الصمود والحب، كما تقول الأيام التي عنونت: طالب في تعز امتهن نزع الألغام ففقد أطرافه وإحدى عينيه. تقول صحيفة الأيام إنه يمكن للمرء أن يتصور هذه المدينة وهي تعيش سيلا من المعاناة والحرمان منذ الوهلة الأولى لحلول الحرب فيها، إلا أنه سيبقى حائرا ومتسائلا ما الذي قد يدفع شابا في مقتبل عمره كسليمان الشميري إلى اعتناق مهنة خطرة كنزع الألغام دون أي تردد، ليدفع ثمن ذلك فقدانه جميع أطرافه الأربعة وإحدى عينيه. بعد عامين من النضال كجندي وطالب، ساقت الشميري همته ليلتحق بوحدة الهندسة العسكرية في مأرب، وهناك تعلم دورات مكثفة عن كيفية نزع الألغام وتطهير هذه الأرض من الخبث المزروع فيها، وشارك في جبهات كثيرة في مأرب ونزع العديد من الألغام التي زرعها الانقلابيون في جبهاتها. لم يكن الشميري يدرك أن مسيرته البطولية ستختتم بنقطة عند الموقع الأخير لجبهة الزنوج شمال المدينة، بعد أن غدرت به شحنة كهربائية استثارت لغما كان قد جلبه من منطقة جبل حبشي وعبوات أخرى أثناء تعليمه لأفراد آخرين عن كيفية نزع الألغام والأجسام المحرمة دوليا، ليحدث في تلك الأثناء الانفجار. كان الجنود يتعلمون من سليمان في جبهة الزنوج والشقب وجبل حبشي وفي كل جبهة كيفية نزع الألغام. يقول سليمان: عدت إلى مدينتي على الرغم من المعدات والإمكانيات الشحيحة فيها، وانطلقت إلى الكثير من المواقع العسكرية نازعا الألغام ومعلما كيفية استخراجها. وبعد أن تمكن الشميري خلال مروره بجبهتي الشقب وجبل حبشي وكافة مواقع الزنوج ونزع منها ما يزيد عن 1000 لغم، كان على موعد مع نكسة حياته في آخرها بانفجار لغم عليه في جبهة الزنوج قبل شهر. وحين أفاق من الغيبوبة بغرفة العمليات في إحدى مستشفيات المدينة، وجد نفسه فاقدا ليديه ورجليه وإحدى عينيه. حينما تحكم ميليشيات تعتمد على خلفيتها السياسية على فشل عمره 1000 عام، فإن النتائج تكون كارثية. فبعد أن كانت أحلام اليمنيين بلا حدود، أصبحت الآن وجبة طعام لا أكثر. وعنوان موقع المشاهد نت: رغيف الخبز الحلم الذي يراود اليمنيين. يقول الموقع ساردا قصة مواطنة يمنية كان لها يوما حلما كبير. تتجول أم محمد في أحياء العاصمة صنعاء بمكبر الصوت وتستنجد الأهالي لمد يد العون لأطفالها 7 الذين يهددهم الموت جوعا عله يخترق جدران المنازل ويتسلل إلى القلوب. تقول أم محمد للمشاهد:
أخرجني رغيف الخبز وحاولت أن أجد طريقه وحاولت أن أجد طريقة مناسبة ليصل صوتي إلى الناس جميعا، فلجأت لمكبر الصوت هذا، وتلفت إلى أن صوتها يصل إلى الناس الضعفاء، لكنه لا يصل إلى الأغنياء والمسؤولين الذين ما يزالون يوقدون الحرب. وتتابع أم محمد أطفالي السبع الأيتام يجبرونني على أن أخرج كل صباح وأعود إليهم عندما يأتي الظلام وبيدي شيء يسد جوعهم، فالجوع لا يرحم الفقراء أمثالنا. الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي لتدمير المدن وقصف معالمها تمت مشاهدتهم أمس في مأرب، وهم يقفون ضد ما أرادت منهم الميليشيات. بعد أن زاروا معالم مأرب التاريخية أرادوا المساهمة في تنظيم محيط الأبنية القديمة، وعنون موقع مسند للأنباء. أطفال مجندون يتم إعادة تأهيلهم ويبادرون إلى تنظيف مواقع أثرية بمأرب. وقال الموقع: تطوع أطفال مجندون إلى تنظيف موقعين أثريين في محافظة مأرب من الأتربة التي تغطي أجزاء كبيرة من الموقعين، اللذين يعدان من أفضل المواقع الأثرية والتاريخية في اليمن. وقال الأطفال المجندون إن مهمتهم كانت في الإسهام في رفع المواد البلاستيكية وغيرها من حرم عرش بلقيس ومعبد أوام، وهي دعوة لكل من يزورهما للاهتمام بهما. ويفيد الموقع: الأطفال المجندون يتلقون برنامجا تأهيليا لإعادة دمجهم في الحياة الطبيعية من قبل مؤسسة وثاق للتوجيه المدني. امرأة رئيسة لتونس تحت هذا العنوان كتب صلاح الدين الجورشي في صحيفة العربي الجديد. لم يكن الأمر يسيرا حتى تصبح المرأة عند بعض الإسلاميين أهلا لتولي أعلى مراتب الحكم، فنظرية الفقه بقيت قرونا طويلة منحازة للرجال ورافضة فكرة تولي النساء ما كان يطلق عليها الولاية الكبرى، وحرم عليها بعضهم حتى تولي الوزارة أو مهنة القضاء. كان عموم الفقهاء يقدحون في أهليتها وفي قدرتها على إدارة شؤون الدولة، ولا يزال هذا الرأي سائدا في أوساط من يعتبرهم كثيرون الجهة الشرعية التي يستفتونها للتمييز بين الحلال والحرام. لم يعد هذا الموضوع محل جدل في تونس منذ فترة طويلة، فحركة النهضة شرعت منذ الثمانينيات في تجاوز مسألة الفصل بين الجنسين، وشرعت في إدماج العنصر النسائي ضمن مختلف هياكل الحركة بما في ذلك مجلس الشورى والمكتب التنفيذي. حصل ذلك بفضل النقاش العصبي الذي ولده الخلاف مع تيار الإسلاميين التقدميين، وأيضاً بسبب التأثر بتجربة الإسلاميين السودانيين في عهد حسن الترابي رحمه الله. مساواة النساء في الحقوق السياسية والمدنية مع الرجال معركة مفتوحة في تونس وفي العالمين العربي والإسلامي، ولم تستكمل في عديد من جوانبها، لكن المؤكد أنها معركة مشروعة ورابحة في الآن نفسه، وهو ما يثبته الواقع المحلي ضمن سياق كوني متحرك. إذا كان القرار النهائي لصالح ترشيح امرأة، فإن ذلك سيجعل النهضة أول حركة إسلامية في المنطقة تدفع شخصية نسائية نحو منصب رئاسة الدولة، ولا شك في أن تجربة من هذا القبيل ستكون لها تبعات على أكثر من صعيد. كسر جدار الصمت ووقف شحنات الأسلحة عنوان لموضوع لصحيفة بوليتيس الفرنسية ترجم خصيصا لقناة بلقيس. قالت فيه إن جمعيات وشخصيات تندد بالصمت المتواطئ للحكومة الفرنسية في الصراع الذي أثر على اليمن لمدة 4 سنوات. أصبحت الحرب الأهلية في اليمن حربا دولية منذ عام 2015، بما في ذلك تدخل القوات المسلحة للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة برا وبحرا وجوا. الأمر ليس معارك وحسب، بل غارات جوية خاصة عند المدنيين أو ضد المدنيين والبناء التحتية الحيوية والمستشفيات والأسواق والمدارس، غارات قتلت آلاف الضحايا. تعتبر فرنسا كبلدان أخرى موردا رئيسيا للأسلحة والذخائر المستخدمة في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. لذا دعت العديد من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك الأقسام الفرنسية لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش
إلى لجنة تحقيق في احترام التزامات فرنسا الدولية في سياق صادراتها من الأسلحة إلى المتحاربين في الصراع في اليمن. وقد طلب عشرات البرلمانيين من الحكومة الفرنسية وقف تسليم الأسلحة إلى المتحاربين أو المحاربين، وكذلك أي ومنع ووقف أي صيانة للدبابات والطائرات وغيرها من المعدات التي تستلمها هذه الدول من قبل فرنسا. في قلب العاصمة اليمنية صنعاء يبدأ عبد العظيم معروف مع كل صباح بالإعداد كما ذكرت صحيفة العرب الجديد لقلي المئات من أرغفة الخمير، وجبة الإفطار التي باتت أساسية عند اليمنيين في المدن. الاستعداد للعمل مع كل صباح يتطلب تحضير العجين أولا وفقا لمعروف الذي قال للعرب الجديد إن المرحلة الثانية تتطلب تقطيع الخمير وتسويته لتأتي المرحلة الأخيرة والتي تتمثل في قليه بالزيت. وتعد صناعة الخمير مهنة قروية في الأساس بحسب معروف، موضحا أنه بسبب الهجرة الداخلية للمواطنين من القرى إلى المدن انتقلت معها هذه المهنة لاحتياج الناس لهذه الوجبة الصباحية الدسمة التي تعودوا على تناولها في بيوتهم بالقرى. طالب جامعي يقول إن أرغفة الخمير تعد وجبة أساسية بالنسبة له بعد أن قدم للالتحاق بالجامعة وترك أسرته في تعز حيث كانت والدته تعدها بشكل يومي. ويشير مواطن آخر إلى أن الخميرة انتشر في المدن الصغيرة ومنها إلى العواصم وبقية المحافظات، لافتا إلى أن الخميرة في صنعاء بات الآن وجبة شعبية حيث يتناولها الجميع من الطلاب والعمال والموظفين، بل يطلبها أيضا الأغنياء للمنازل. عن فاشية التمييز بين عنف جديد وعنف رديء كتب عمرو حمزاوي مقاله في القدس العربي مضيفا: خلال الأسابيع القليلة الماضية وظف نفر من المعلقين العرب جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي رحمه الله لعقد المقارنات بين عنف حكومات المستبدين المعاصرين وعنف سابقيهم الذين تسلطوا على بلادنا منذ خمسينيات القرن العشرين. هالتني تلك المقارنات بين عنف المستبدين المعاصرين وعنف سابقيهم لأسباب عديدة لم تكن جرائم النصف الثاني من القرن العشرين مرتبطة عضويا أو وثيقة الصلة بسعي حكام بلاد العرب لإنجاز أهداف التحديث والتنمية، بل كانت عنوان قمع الأفراد والسيطرة على المجتمعات والقضاء على التنوع العرقي أو الديني أو الإقليمي أو السياسي أو جميعهم بالإلغاء القسري. فالفوارق تظل واهية، ومن وراء التمييز بين عنف جيد وعنف رديء يقبع فهم فاشي لشؤون الحكم والسياسة يرى أن من حق الحكام استباحة الحقوق والحريات الأفراد وتنوع المجتمعات في سبيل أهداف عليا، بينما الأصل هو أن صون الحق والحرية والتنوع يمثل الطريق الوحيد للأفراد للحياة الآمنة والانتزاع هوية المواطنة التي تؤهل للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة. ويتستر ذات الفهم الفاشي خلف حديث التمييز بين عنف فعال وعنف متدني الكفاءة، وهو حديث يستخف بقبح العنف ويحيل إلى خانات الاعتيادي المصائر القاسية التي ينزلها العنف بضحايا من الأفراد والمجتمعات والتي لا تداويها السخرية من بدائية المؤامرة السعودية لاغتيال جمال خاشقجي، ولا يلغيها تذكار حصافة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية حين قتلت المهدي بن بركة واستطاعت لسنوات إنكار تورطها في الجريمة، ولا الاستدعاء المضل للتقدم والتحديث والتنمية كمبررات لعنف الحكام. يظل القتل قتلا وتنعدم الفوارق بين السلاح الكيميائي والطائرات الحربية لإبادة المدنيين العزل في النصف الثاني من القرن العشرين وبين البراميل المتفجرة لإبادتهم في الألفية الجديدة، والاختلاف بين أحكام إعدام وسلب وحرية المعارضين السياسيين في الماضي واليوم. في الأخبار المنوعة ما جاء في موقع عربي بوست والذي عنوان: بعد أن تسلق أعلى ناطحات سحاب بريطانيا بدون حبال، لندن تعتقل الرجل العنكبوت الفرنسي. وقال الموقع: أصدرت المحكمة المتحدة قرارا يقضي بإلقاء القبض على الرجل العنكبوت متسلق المباني الفرنسي آلين روبرت ومنعه من تسلق أي بناية في بريطانيا. جاء ذلك بعد أن تسلق واحدة من أعلى ناطحات السحاب في لندن الأسبوع الماضي بدون حبال وبدون تصريح. ويفيد الموقع مستندا إلى وسائل إعلام أخرى أن الرجل العنكبوت ظهر في محكمة لندن يوم الجمعة 26 أكتوبر وأدين بتهمة إزعاج السكان المحليين وتلقى حكما بالسجن لمدة 20 أسبوعا مع إيقاف التنفيذ، كما فرضت عليه غرامة قدرها $7,000. وكان روبرت تسلق برج
هيروين المكون من 46 طابقا، الأمر الذي اضطر الشرطة لتطويق المبنى، كما أغلقت الطرق وأبعدت المتابعين الفضوليين، وأمضى حوالي ساعة في تسلق برج هيروين بيديه المجردتين من دون أي عدة على مرأى من عناصر الشرطة. إلى صحيفة القدس العربي والتي تابعت موضوع من اليابان وعنونت: من أجل الحب أميرة يابانية تتخلى عن لقبها. وقالت الصحيفة إن اليابانية أيوكا 28 عاما تخلت عن لقبها كأميرة بعد زواجها من أحد أفراد عامة الشعب. وعقدت أيوكا قرانها من كيموريا في العقد الثالث من عمره، وهو يعمل موظفا في شركة للشحن البحري، وذلك في معبد ميجي شيرينيا في العاصمة طوكيو. وشارك في مراسيم عقد القران نحو 30 شخصا من العائلة المالكة، فيما تجمع حوالي 1000 شخص حول المعبد. وقالت أيوكا في تصريحات صحفية عقب مراسيم عقد القران: أشعر بسعادة كبيرة لاحتفال اليوم بحضور عدد كبير من الأشخاص، سنكون زوجين رائعين. وتنسب الأميرة إلى الأمير الراحل تاكامودو ابن عم كيهيوتو إمبراطور اليابان الحالي، ومع تركها للعائلة المالكة سيتم تقديم مليون دولار لها. تعليقا على المقابلة المتلفزة مع رئيس الوزراء الجديد معين عبد الملك، كتب عبد الواحد العولبي مقاله الذي تنشره بلقيس، وقال الكاتب في جزء من المقال: ظهر الدكتور معين عبد الملك في المقابلة المتلفزة مع قناة اليمن على سطح أحد البيوت المطلة على منظر لمدينة الغيضة بمحافظة المهرة، في مشهد بدا استعراضيا لإظهار حالة التواضع الذي يحاول إيصالها إلى المشاهد. وقال في بداية اللقاء إنه سيذكر أرقاما، لكن المقابلة مرت دون أي إشارة لأي رقم، باستثناء أن كل الإيرادات تذهب في بند الأجور. رغم أن أكثر من مليون موظف في مناطق الانقلاب لا يتقاضون رواتبهم منذ أكثر من سنتين، والحكومة لا تدفع إلا لأقل من نصف مليون موظف من المتواجدين في مناطق الشرعية، بخلاف بطالتهم المقنعة في الخارج والتي تتقاضى بالدولار. بعد ذلك استعرض رئيس الوزراء جملة من المشاكل والمعوقات والعراقيل من تلك التي نعرفها جميعا، ولا أتصور أننا كنا بانتظار سماع ملخص عنها، رغم أن المذيع حاول سحب الكلام سحبا لمعرفة ما ينوي معين عبد الملك القيام به، وعما إذا ما كان هناك حتى ولو خطوط عريضة أولية لتصحيح ما هو كائن، ليجيب رئيس الوزراء عن عدم المقدرة على ضبط ما أسماه معادلات نفقات والإيرادات. وقال إنه بحاجة إلى مزيد من الدراسات والتشخيص للحالة الاقتصادية التي أشبعت فعليا بالدراسة والفحص، وأصدرت لأجلها التقارير والأوراق العملية من متخصصين يمنيين أو حتى أجانب، من ضمنها دراسات قام بها البنك الدولي نفسه، وما عليه إلا أن يطلع على ما هو موجود فعليا ويبدأ بالعمل على الأرض دون الخوض في بيروقراطية من هذا النوع. صور سياسية وأخرى اجتماعية لا تخلو من الجمال نشرتها صحيفة الديلي تلغراف، سنعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. ماذا تقول لنا اليوم رسومات الكاريكاتير التي أبدعها الرسامون؟ هذا ما نتابعه في فقرتنا التالية.
وبهذه الصور والصحف نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم في أمان الله.